عمران خلينا نلغي الخطة. بيزعل المعلم، شو عم تساوي وليش ما أخذتوا رأيي؟ أساسا بس يطلع من الغرفة رح يسألنا ليش واقفين هيك، وأنا داق خلقي هون، مو أحسن ما نضل محاصرين مثل ما حاصروا الإسرائيليين ياسر عرفات؟ شكلك ما فهمت شي. وشو شايفني ما بفهم؟ ما بتعملوا أي شي لحتى ياخدوا كل كاسات الشاي، وإذا شافوا حدا منكن وقتها رح تقوم القيامة. معتمد عليكم شباب، لا تخيبوا ظني. ليك معلم، شو بدنا شباب؟ طولوا بالكم. قال لي المعلم مراد شوف الشباب برا بيكونوا بردانين، وانا جبت لكم شاي. تسلم يا اخ، هات لضيف عنا. ولو عيب، انتو ضيوفنا هلا. انا الضيف لانه المعلم مراد قال لي بتضيف الشباب بنفسك. يا ترى في شي حدا منكم من اسبارتا؟ عم حاكي حالي شكلي. في بحر كبير باسبارتا مشان اللي بيحب يتعلم سباحة. مشان الله لا تخجلوا، صار لكم طول النهار واقفين هون، وإذا أي حدا منكم حب يقضي حاجة أنا بقعد بداله هون، لا تخافوا. وبالله إذا جوعانين خبروني لأجيب لكم أكل. أوعى تخجلوا مني، كلياتنا أخوة. لا تفكروا إنه شغلتي هون بس توزيع الشاي. قضيت أيام وأنا عم بشتغل مثلكم. أنت عمران شي؟ إيه بشحمه ولحمه. والله صاير أشهر من النار على العلم. لقبي الوردة الحمراء، كل شخص بقتله فورا بطلع وردة حمراء من جيبتي وبحطها فوقه مثل التوقيع. لا لا تتحرك. شو عم بيصير يا تيسير؟ خذ الأسلحة من الشباب. وشو بدنا نساوي بالكل؟ يا حلو، آسف إني خبرك، الله أعطاك هالآمة بس ما أعطاك شي غيرك. معلم، لوين بتكون راحت هي وولادها بنص الليل وما حدا انتبه لها؟ شو ركبت جناحات؟ وانت وين كنت؟ ما كنت بالمزرعة؟ زعجتني بالحكي وحملت حالي وطلعت وصيت الشباب فيها. وبشو زعجتك؟ حكت كلام طالع نازل، قال شو؟ انت رح تجي على المزرعة ورح تاخدها هي وولادها وتسلمها للسيد ضياء. ولما سمعت هالحكي جنيت وما تحملت حالي، طلعت لبرا وسكرت الباب. كان قصدك طلعك لبرا لأنه نحن خربنا خطتها لنسرين خانو بعد ما جبناها على المزرعة. وشو كانت خطتها ومع مين يا معلم؟ طيب كيف يحيى عرف انه ولاد نسرين بالمزرعة معلم؟ معقول كان عم يلاحقنا؟ مستحيل انهم كانوا عم بيلاحقونا. اكيد نسرين عملت لها شي شغلة، اتصلت بشي حدا واجا اخدها وكشفت عن مكاننا ليحيى. بالموبايل؟ احتمال كبير. قلت لهم يسكروا موبايلاتهم بس هربت مني. يا ترى بمين اتصلت؟ بالروس. بالروس؟ اكيد اجا سليم واخدها من هون، هي قالت انه التقت فيه من فترة. معناتها كانت علاقتهم مستمرة وكانوا مخططين لهالشي واستغلوك انت ورهف مشان يعملوا عملتهم مع بعض. لك كيف انت تجرأت تعمل فيني هيك؟
لك أنا حذرتك ألف مرة يا ميماتي، طلع الشعر على لساني وأنا أقول لك هيك شغلات كبيرة عليك يا ميماتي. بدي أنزل على الساحة، وأنا ما بحب السياسة ولا بفهم فيها، ما بحب هي وما بدي هي وما بعرف شو. بعدين شقفت مرة بتضحك عليك. لفجر لها راسها بس أمسكها. لك روح فجر راس مين ما بدك، بس لا عاد توجع لي راسي ميماتي. حاجتك بقى. مفكر انك رح تشوفها لنسرين مرة تانية؟ اهلا وسهلا فيكي. اهلين فيك. من هلا ورايح انتو صرتوا بامان نسرين خانم، وما حدا رح يقدر يلمس شعرة من راسكم. أنا بتشكرك، بس لما يعرف بابا بهالشي رح تكون ردة فعله كتير كبيرة. حسب ما بتوقع أكيد بيعرف كل شيء والقرار اللي السيد ضيع، ويرد بالطريقة يلي بتعجبه وبعدين يتحمل النتائج. بس السيد ضيع مشان يحافظ على مستقبل أحفاده لازم ينقل كل شيء بيملكه ويسجله باسم بنته، ورح يصير هالشي بحياته أو بعد وفاته. أنا متأكد رح يصير هالشي. هدول مكانهم مو هون. ما ربطناهم هون مشان الزينة، نحن عملنا اللي علينا. بيشوفهم المعلم مراد وهو بيقرر. بس والله شغلة بتخجل، فضيحة إذا حدا شافهم. كل واحد منهم قد الحيط ومربوط مثل الخروف. شو نسيت كيف كانوا واقفين برا ومفكريننا مثل الخواريف؟ وقتها نحن اللي كنا منهانين مو هنن. بتعرف؟ انت عقلك ما بيستوعب هيك شغلات. ليش؟ انا رح اقول للمعلم مراد انه خططنا لهالعملية وما خسرنا ولا رصاصة. بس قال لي ما خلي حدا يفوت لجوا. ليش انا اي حدا؟ بعد منو شي ولا؟ معلم مراد ما تواخذني بس. يقول سائق الشاحنة. ايه وينهم لكان؟ كانوا هون. شو عزلات لكان؟ كنت عم تضحك علي. شيل معلم مراد جوا وشيل معلم مراد نايم والمعلم مراد مشغول. يلا احكي لشوف وينهم. وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين. هون معلم؟ ايه هون عبد الحي. رح نغير السيارة. رح ناخد هاي، فوت الشحنة لهون. ماشي معلم. معلم وين راح ميماتي؟ ميماتي معلم خلينا نلحقه ونوقفه. لك شو بعمل؟ بطلع مسدس وبقوصه. لا تواخذني معلم،